الله أقبل فجره مرحبا ففي ذكره خير الطاعة والنعم يا شهر الخير أقبل يا شهر الخير أقبل يا شهر الخير أقبل يا شهر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان شهر الطاعة والتقرب إلى الله تعالى، فهو الأكثر أهمية من بين الشهور، كونه يتصف بتطبيق أحد الفرائض الأساسية التي صدرت من المولى القدير جلت قدرته، وهي فريضة الصيام. لذا فنحن فيه ضيوف عند أعظم مليك مقتدر وغفار كريم للذنوب، فبشرى للمؤمنين بقدومه، وطوبى لمن طبق ما يريده الله فيه من الطاعة والعبادة بكل أنواعها، من صوم وصلاة وزكاة وصلة رحم وعمل الخير وأمر بمعروف ونهي عن منكر. فهذا هو النجاح، وحب الله تعالى ورضاه وتسديده للفوز بالجنة والخلاص من سكن النار وعذاباتها ولهيبها والعياذ بالله منها. فأهلا وسهلا ومرحبا كثيرا كثيرا بك يا رمضان الخير والعطاء والعباد. بمطلعه يهدينا نتأمل ما أبهى الله أقبل فجره مرحبا ففي ذكره خير الطاعة والنعم يا شهر الخير أقبل يا شهر الخير أقبل يا شهر الخير.